جا كما قلنا جات كورونا، السي الوزير تملح لينا مزيان وانتقم لينا مزيان من الدين ديالنا. الكتاتيب فين كيحفظوا الوليدات المسلمين القران تسدوا، المدارس ديال التعليم الاصيل اللي كيسميوهم التعليم العتيق، وانا ضد هذه التسميه ديال التعليم العتيق، لان العلمانيين كيجيو كيقول يدعو على الاسلام كيقول لك العادات العتيقه من باب الاستحقار ومن باب الاهانه ومن باب الحط من القيمه والقدر. التعليم الاصيل المبني على الاصول من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض المساجد تحلوا، بعض المساجد بقوا مسدودين. التعليم الأصيل سد، مع أن التلاميذ كيقراوا في المدارس حضوريا، في الجامعات حضوريا، إلا التعليم الأصيل. ربي ارجعون، قال ربي ارجعون، لماذا؟ لماذا قال ربي ارجعون؟ آيتان، الأولى ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا فأصلي؟ فأصدق. هذا كلام نفيس لأهل العلم في هذا الباب، خصوصا تحت كلامه سبحانه وتعالى، تحت قوله تبارك وتعالى فأصدق. لماذا ذكرت الصلاة دون سائر العبادات؟ لماذا؟ لأهميتها. اليوم يطلب التصدق من أجل استمرارية المسجد، ونبخل من أجل استمرارية المدارس دور القرآن، ونبخل. ومن الفوارق العجيبة في زمن كورونا أن مدارس التعليم العتيق أغلقت بسبب كورونا، ومدارس التعليم الحر والمدارس الحكومية مفتوحة، بمعنى أن كورونا تغزو فقط المناهج الدينية وغيرها مما يتعلق بالدين. أما المدارس الحرة ومدارس البعثات، يعني أمريكان سكول، بريتش سكول، يعني البعثات الفرنسية مفتوحة، والمدارس الحكومية مفتوحة، والمدارس الحرة مفتوحة، والمعاهد مفتوحة. كأن كورونا جاءت لمحاربة الدين، وكورونا لا تفرق بين مؤمنين وكافر. كورونا إذا ابتلي بها عبد من العباد بالمعنى العام، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا فيسأل ربه سبحانه وتعالى الخلاص منها. لكن نرى نحن في بعض الأحيان ما هذا الإمعان حينما يتعلق الأمر بالدين، بدعوى الزحام. وزحام الأسواق والمواصلات لا هو أشد وأنكى زحاما من زحام المساجد، مع العلم أن المسلم يأتي للمسجد وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ويأتي وهو نظيف ومتطيب وممتثل آداب الإسلام في حضور المسلم إلى المسجد. واش المدارس كلها مفتوحة؟ المدارس كلها مفتوحة، المدارس الرسمية ومدارس الخاصة. علاش المدارس اللي كتقري الكتاتيب القرآنية مسدودة هي فقط؟ واش كورونا كتمشي للجامع؟ كتمشي عند أهل القرآن؟ كتمشي عند المصلين؟ لا تستحمروا الخلق، لا تستحمروا الخلق. مساجد الكتاتيب بوحدة اللي مسدودة، وجميع المدارس مفتوحة، ومدارس مكتظة. الناس يقراو مزيان، مكانش ما يقراوش القرآن، ولكن تخطيط باش الوعظ يحيد من المساجد. فين غادين هاد الناس؟ إلى أين المسير؟ يا ربي، يا من خلق كل شيء، ويا من بيده كل شيء، ويا من ومحيط بكل شيء. نظم راتي يلعب
راه هو محيط بكل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم طبق فينا شرعك، كرهنا القوانين الوضعية المظلمة. يا ربي بغينا الشريعة ديالك، وبغينا يحكم فينا القرآن الكريم، وبغينا الخلافة على منهاج النبوة، وبغينا الدين، وبغينا الجوامع تعمر، وبغينا نصليو العشاء في الجامع، وبغينا نصليو الصبح في الجامع، وبغينا التراويح، وبغينا نتمسكوا بكتابك على الوجه الذي يرضيك. يا رب يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وآله الطيبين وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.